الاخوان المؤمنين ما تشوفناش مازال تظلوا بحسن. الله بارك الله الاخوان. والله بلاستيك. السلام عليكم متابعينا الاعزاء. اليوم ان شاء الله غنشوفوا التلفريك ديال تركيا اللي الثمن ديالو 300 ليره. او سعيد اللي غادي يورينا التلفريك ديال اكادير، التلفريك اللي تفتتح جديد، وغنشوفوا الفرق بيناتهم. وبغينا الراي ديالكم، شكون اللي بان لكم حسن وشكون اللي بان لكم كيستحق الزياره هذه ديال تركيا. كتشوفوا المناظر خلابه، ويعد من اكبر التلفريكات في العالم. هذا هو الكبير كاع في العالم. اذا دابا سعيد غادي يورينا التلفريك ديال مدينه اكادير. بقاو معنا واعطيونا الراي ديالكم. وصلنا دابا اكادير، حنا دابا بغينا نطلعوا لاكادير وفلا. والاخوان اللي بغى يطلع لاكادير وفلا راه دابا كاين جديد، كاين واحد المشروع اللي هو ناضي تقريبا. التلفريك هو هذا الاخوان، غادي نمشيو غادي نطلعوا حتى حنا لاكادير وفلا. تبعوا معنا على بركه الله. التلفريك الجديد غنطلعوا للسما. انا راه كنخاف من هذا الشيء الاخوان. حنا دابا الاخوان قطعنا التيكيت، قطعنا ثلاثة التيكيتات 80 درهم ولا وحده 80 درهم العقدة. القضية ديال التيكيت هذه إلا بغيت تقطع 80 درهم هاك، إلا بغيت تقطع قال لك إلا بغيت تقطع 80 درهم على روتور، فهمتي؟ هاك تخلي عندك هذا ورقة ما توضرهاش. وإلا بغيتي تمشي ب 50 درهم، يعني تمشي 50 درهم وترجع في الطاكسي أنت، ولا ترجع على رجليك ولا اللي عجبك. المهم إلا بغيتي على روتور 80 درهم. بغيتي غير تمشي لتما وترجع في الطاكسي ولا ترجع على رجليك، كترجع ب 50 كتقطع ب 50 درهم. ناضي الاخوان تبارك الله. الاخوان المؤمنين ما تشوفناش مازال تظلوا بحسن. على بركة الله الاخوان. انتم الاخوان اللي غادي يديروا فيك غادي يولي من النار قدام. عاش بان لكم في المشروع، المشروع اللهم بارك الاخوان. دابا يلاه بداو، فهمتي؟ سبقوا هاد التيليفريك هي الاول، ولكن راه غادي يكون داك الشيء ناضي من هنا قدام. قال لي باه سولت هنايا يقول لك المشروع يلاه بداو فيه. يا الله الاخوان على بركة الله. سي الله اللي بغا يتبرع وصافي. الله 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 الله. اش بان لك؟ شناهض يا خويا السيدة يخلع اصاحبي. لا لا ما تخافش، راه قريب قريب الارض حيت حيت. انا راه اول مرة نركب في هاد العجل. عندهم الاخوان دابا بغيت نعرف هيا رجعت خاوية. كما قلنا لكم الاخوان 80 درهم نتوما 80 درهم. الا بغيتي تمشي الا بغيتي تمشي وترجع فيها 80 درهم. الا ما بغيتيش بغيتي غير تمشي وتبقى تما ولا غتجي في الطاكسي غتمشي ب 50 درهم. كيبان لك اكادير كامل تبارك الله، والبحر لاكوت ماتيا قرقاو قرا كاينة الشمس. جينا في العشية كنا غنجيو في الصباح، ولكن راه مشينا للبحر. بحرنا هذا الشيء علاش. الله هيا 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 عندك راه كاينة الطريقة صاحبي. راه كاينة الطريقة ودي. شوف الله غنسمحها ودي ب 30 درهم وغنرجع للطاكسي ما نكذبش عليك. والله حتى غنرجع للطاكسي. اي شي كيخلع صاحبي. شوف شوف شحال بقى لينا. ها هو كاديرو في الجو. هيا هيا الطوموبيلات قداش كيبانو لتحت. هيا ناري با 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 با
اخر مره نطلع في هذا الحجم ما تعجب انا ابا ترى غادي يعب شويه يا بعيد صعبه بعيده بزاف بعيده وات والله هذا بلاستيك اي 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 بس انا ما نكذبش عليكم فين كنا كنطلعوا على كاديرو في ذاك النهار خويا كنطلعوا بطوموبيل هانيه مهنيه دار دابا شي سوق انا فين قلت لهم قبيله اللي بغى يمشي للتليفون ديال التليفون التليفريك كيمشي لا مش ديك البلاصه اللي قلت لكم قبيله هنا راه ما بقاوش كيطلعوا ليها الطوموبيلات سوا اذا كنشكروا السي سعيد على التغطيه ديالو وعطاكم يعني التلفريك ديال اكادير والاجواء ديالو وبغينا الراي ديالكم وشنو كتفضلوا التلفريك ديال تركيا ولا التلفريك المغربي ديال اكادير اللي راه باقي الانجاز ديالو ما سالاش يعني راه مازال الاصلاحات واخا راه بدا الخدمه ديالو ولكن راه مازال الاصلاحات ومازال غيزيدوا شحال من حاجه تبارك الله عليكم وخليونا الرأي ديالكم.